صرنا 12 سنة من الأزمة في سوريا، يعني الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مجتمعة، وما زلنا نراوح في مكاننا. لا بس عم نرجع لورا كمان، مو بس عم نراوح، عم نرجع لورا. طيب بهال 12 سنة استفدنا شيء من الأخطاء اللي ارتكبناها؟ يعني هل النظام استفاد من أخطائه؟ وهل الناس المعارضين أو المعارضة استفادت من الأخطاء اللي ارتكبت خلال هذه الفترة؟ هلا بنيجي للنظام، أو بشكل عام عندي تقدير إنه ما استفدنا شيء من هال، يعني لم نأخذ الدروس والعبر من هذه الأزمة ومن هذه الأخطاء اللي صارت معنا. نعم عم شوف إنه نفس الشيء عم بصير شوي بتقدير الأخطاء اللي ارتكبت بما يسمى بالربيع العربي، ثورات الربيع العربي. من عند بو عزيزي الله يعطيه العافية إلى يومنا هذا، يعني إلى ما صارت بتونس، بعدين صارت بمصر، بكل ثورات الربيع العربي ارتكبت نفس الأخطاء من قبل الناس المعارضين الثوريين، سميهم مثل ما بدك. شو هي هذه الأخطاء؟ وهي اللي كانت فاجعة بالنسبة لهذه الحراك، إنه لم يبرزوا قاداتهم. ما في، هلأ شفنا بأحداث تونس، هذه أول الأحداث اللي حدثت، لما ما عم نعرف مين، صار في تجمع، صار في مظاهرات، ما حدا عم بيحكي بيخطب باسم هدول المتظاهرين. لم تشكل لجنة لقيادة هؤلاء المتظاهرين تحكي شروطها شو هي، تحكي شو بدون، مين هني. وهكذا تناقلت هذه الأخطاء من تونس لمصر لليبيا لسوريا إلى آخره. فأجوا ركبونا مين؟ أجوا ركبوا هذه الحراك وهذه الثورة، ركبوها الإخوان المسلمين والقوى الظلامية في كل هالمناطق هذه، مو هيك؟ بينما كل الثورات في العالم، من أقدم الثورات، من ثورة سبارتاكوس، ما هي اسمها هذه قبل الميلاد، يعني 60-70 سنة قبل الميلاد قامت ثورة سميت باسم سبارتاكوس نسبة لهذا اللي قام فيها. فإذن يجب أن نعرف قيادات هذه الثورة، ثورات الفرنسية، الثورة الروسية، الثورة الفرنسية كان روبسبير، كان جان جاك روسو، كان فولتير، والثورة الاشتراكية اللي صارت في روسيا كان لينين هو قائد هذه الثورة. وعلى الحراك يعني يجب أن نعلن من هي هذول الناس، من هي القيادة، من هو رئيسون، من هو الناطق باسمون، شو بدون، وقتها ما كان ركبنا حدا. وعلى الحراك هذا الجماهيري أن يحافظ على شو، على حياة هؤلاء الناس اللي هذا مهمة الحراك، لأنه بكل الثورات لو لقطون للقادي كانوا دبحون وموتون ومدري شو عملوا فيهم. ونفس الشيء ببلادنا، يعني ما في شيء بيختلف. إذن هذا بتقديري يعني أكبر خطأ ارتكب في كل الثورات الربيع العربي، اللي تكبد بعدين فيما بعد خسائر باهظة مثل ما بيقولوا. هلأ بتجي بتشوف النظام، نظام ما بتصور انه يعني كمان نفس الاخطاء، نفس الاخطاء. تصور بصير في حراك بالبلد، بتصير في بتغلى الاسعار، تنزل ناس بتتظاهر، بتلاقي لا بينزل رئيس حكومي بيحكي، رئيس دولي ما بيحكي، بيقعدوا صامتين. وهذا ما بصير بالعالم الاخر، يعني بتصير شغلي بيطلع مباشرة رئيس الجمهورية بيحكي، رئيس الحكومة بيحكي. وكون نحن عنا حكومة مثل ما تعرفوا كيف، فالمفروض أنه يصير في حكي وتوجه للناس أنه أخطأنا، بنتراجع، نعمل بعض التعديلات. ما صار في أي شيء من هذا النوع. هلأ شو بيختلف هذا الحراك عن حراك من 12 سنة؟ شو أوجه الخلاف؟ أوجه الخلاف أنه الحراك الأول خرج للشارع فعلاً لقضايا سياسية بحتة. بتتذكروا أنتوا شو المتظاهرين ردوا على بوثينة شعبان؟ قالوا له يا بوثينة يا شعبان، الشعب السوري مو جوعان،
بينما هلنا الوضع بيختلف تماما. خرجت الناس نتيجة رفع الدعم عن أسعار المواد عن المواد وأهمها النفط والوقود اللي أدى إلى ارتفاع جنوني لكل الأسعار. هذا كان هدفه. يعني إذن الوضع هو فعلا الوضع الاقتصادي. وبتعرفوا أنتوا أنه الاقتصاد هو انعكاس للسياسي، فأنا إذا عنا سياسي سيئة بالطبع عنا اقتصاد سيء. طيب شو هي يعني شو هي يعني شو بدي أقولكم يعني علائم الخروج من هالأزمة أو كيف بدنا نخرج من هذه الأزمة؟ أنا عندي تقدير إنه ما نرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبت، وحرام كل نقطة دم تروح بسوريا أبدا بعد هذا الغياب الطويل. طبعا 12 سنة للسوريين ما بالعكس، يعني الأمور عم تزداد سوءا. يعني ما النظام ما عم بيعمل أي شيء، شوفوا ما بادر بأي شيء. بالعكس أنا بتقديري على النظام أن يبادر. ليش؟ أنه بدي نجوه من فوق. ليش أقول له والله هيك؟ يجب أطلاق سراح المعتقلين السياسيين. لم يطلق سراح المعتقلين السياسيين، مو هيك؟ ما في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. رجع الجامعة العربية على أمل أنه تنفس السوريين الصعداء أنه بدأت شوي شوي تنحلحل الأمور، طلع أنه ما في شيء. صار يبتز النظام، صار يبتز الدول العربية الأخرى بإرسال إلى دفعات كبيرة من الكبتاغون. فهوني هدول قالوا له وقف وقف. وهذا محمد بن سلمان هذا ما يعني ما عنده مزح، وقفوا خلص تركوه. والله من أن نبتزهم مشان يعطونا مصاري مشان إلى آخره. يعني دخلت الحكومة والنظام بشغلات كتير مخيفة، هو تجارة المخدرات. أنا بتذكر بالمنتصف التسعينات يعني بالخمسة وتسعين أربعة وتسعين كان في واحد رئيس جمهورية بنما. هذا رئيس جمهورية بنما اسمه بتذكر اسمه دانييل، بس مو دانييل عفوا مانويل أورييغا. مذي أورييغا هذا صار رئيس جمهورية بنما. وهذا كان شو اسمه رئيس بتسموه رئيس عصابة يعني المخدرات في بنما. وأمريكا عندها علم بذلك. وبس هيك، هو كان عميل للمخابرات المركزية الأمريكية، كان عميل للمخابرات المركزية الأمريكية. ومع ذلك في ليلة ما فيها ضوء نزل طائرة الهليكوبتر على القصر أخذته وسجن في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجن وطلع حكم عليه 40 سنة، ما بعرف إذا عايش ولا هلأ بسجن ولا لا. فانتبهوا يا شباب، ها انتبهوا، خذوا احتياطكم خذوا احتياطكم. فما عم يشوف أي حل. يعني السوريين هلنا عم بيعيشوا ظروف أقسى من أيامات الحرب بعز الحرب بسوريا. يعني إذا بتسأل السوري كيف كانوا عايشين بعز الحرب بتلاقي هلأ الوضع أسوأ مما كان سابقا. فيعني ليس الموضوع ما بتصير أي خطوط من أجل ما عم تصير أي خطوات من النظام يبادر لحاله بحل الأزمة. هلأ صارت الشغلة اللي يجب الواحد التأكيد عليها أنه لم يستخدم النظام العنف. شو الخيار يعني بالنسبة للنظام؟ ما ممكن استخدام العنف الآن من قبل النظام، لا ممكن، غير ممكن. هو عمل جنوني، عمل انتحاري أن يعني استخدام العنف ضد المتظاهرين بالسويداء. هذه وحدة. من غير الممكن أن يصير تحرك لداعش، لأنه الناس بدها تفهم معناتها داعش مين عم بيحركها؟ إذا أجوا الدواعي معناتها داعش بيعرفوا مين بيحركوها. فهي خسارة لكل شيء للنظام، وليس من هون الطريق. أنا بتقديري النظام عم بيعول على الزمن. يعني أنتوا شوفوا خيو، نحن ما ضربناكم، عم بيعطي وجه له جميل، نحن ما ضربناكم، بس الوضع الاقتصادي السيء بالبلد والظروف المعاشية القاسية بتستدعي انه يعني نتظاهر. هلا صرنا اليوم 17 بالتظاهر، فتنا بالاسبوع الثالث. طيب نتظاهر شهر شهرين ثلاثة أربعة وبعدين ما في قدرة،
ما في قدرة. فمعولين يبدو أنه هذا الحراك سين يعني بده يروح لحاله يعني. هلا بالنسبة للمعارضة الموجودة، أنا بسميها الأصوات المعارضة مشان ميزها من المعارضة البرة اللي بسميها المقارضة مو معارضة، يعني هدول أوعت أربو عليهم. طبعا في شخصيات وطنية معارضة على راسي وعيني، بس أنا عم بحكي عن المعارضة هذه ما منها لا من قريب ولا من بعيد، تمد إيدها ولا إلى آخره، خليها تحكي مثل ما بدها برا. هدول لعبوا دورهم وفرجونا شو لعبوا ولوين وصلونا أيضا ولوين وصلونا أيضا. لذلك بدي أقولني أصوات المعارضة، هذا الحراك، هذا الانتفاضة بالسويدة، مو هيك؟ كمان عم شوف نفس الأخطاء، يعني مع الاحترام الشديد أنا ماني هون جاي لأعطي محاضرة ولا دروس ولا إلى آخره، ولا عم بيتفلسف وعم بيتفزلك، خلوني عم بعطي رأيي بما يحدث بهذا البلد، وما تعروا أنه أنا جاي عليكم عم علم وعم بنظر إلى بعيد عن الأمور هذه كلها، بس عم بيجوت نظري وجهة نظر. كمان ما شفنا طبعا مع الاحترام الشديد لمشيخة العقل بالسويدة، هدول اسم مشيخة العقل، هدول رجال العقل، وفعلا هدول رجال عقل وحكمة، هدول باركوا هذا الحراك. وأنا وجه تحيتي لجميع رجال العقل وحتى للشيخ جربوع. يعني نحن الشيخ جربوع عنده رأيه ونختلف معه، بس نحترمه، ما بصير نتهجم عليه ونقول يعني شو نختلف نحن عن الآخرين معناتها. يعني أنا إذا بدي أحكي رأيي، واحد عم بيعرضني الرأي بصير عنه كلب وحقير ومدري شو عميل، شو بختلف عن هالناس الآخرين؟ أنا احترامي الشديد لكل مشايخ العقل. الشيخ الجربوع عنده وجهة نظر أخرى يجب أن تحترم ويجب التهجم عليه وإلى آخره، رأيه هذا إيه؟ وأخذوا بعين الاعتبار أنه مشايخ العقل لا يريدون التدخل بالسياسي، هذا الشيء بيعرفوه الناس كلها، يعني ما بيحبوا يتدخلوا بالسياسي ولا ياخذوا دور المرجعية الدينية مثل ما بالعراق عند السيستاني والى اخره، ما بيحبوها هذه، ما يعني عرفت شلون، هني باركوا هذا الحراك وانتم بقى روحوا اشتغلوا يا ناس، مو والله كل شغله تروحوا ما بدق الكوز بالجره بكون تروحوا لعنده وتاخذوا ارائهم، ما هذا غير مقبول، وهذا لا يريدونه رجال العقل اصلا. فانا بتقديري انه اهم شيء انه نطلع تعمل لجنة تنعمل لجنة مثلا تسمى مين هني، لازم الناس يعرفوا مين هدول، لأنه كل واحد هلأ بيطلع من الحراك من المتظاهرين بيحكي كلمة بدهم يقولوا شوفوا شو عم بصير بالسويدة، مو هيك؟ إذا لازم تطلع لجنة يقولوا اسماء ومين هني، هذه اللجنة هي رئيس اللجنة بيحكي وبشو اسمه، وأن تشكل لجان مع المناطق الأخرى في سوريا أيضا، لأنه هذا مبدأ أساسي أنه نحن عم نموت في جوع بالبلد، ما بصير الناس يعني كل الانتفاضات صارت من وراء الجوع والفقر إلى آخره، وكل الناس اللي بيقولوا لا نحن مجوعانين، لا نحن جوعانين بسوريا، لا نحن جوعانين، في ناس عم تعاني الجوع، ما بصير نقول نحن مجوعانين، لا جوعانين، بس إنه الحراك كمان بيتطلب منه قضايا سياسية بالطبع وبالتأكيد هيك. طيب أنا بتقديري هذه الرسالة بوجهها لأهلنا الأحباء بالسويداء، إنه يحطوا شروط. يا أخي نحن لا نعرف الحلول التوافقية، نحن أو منا كل شيء أو ما منا شيء، ما بصير هيك. في ثورات حدثت بالعالم الحديث، يعني مو القديم، أنا عم بحكي الحديث، أعطت دروس مخيفة. يعني وغيرت، خلينا نستفيد من بعض هذه التجارب اللي صارت بالتاريخ الحديث وكان بأقل الخسائر الممكن، خلينا نستفيد منها، ليش ما بنستفيد؟ تجربة كل شعب هي ملك للشعوب الأخرى في العالم، ما في والله شعب بيقول هذه تجربتي وما بصير تأخذ منها، لا، هذا مو كتاب ولا مدري شو، تجربة هي ملك الشعوب الأخرى في العالم. أنا عندي أعتقد يعني إذا توجهت الحراك بي أولا ثانيا ثالثا بشروط، وعلى ضوءه منقول إذا تأمنت هذه الشروط هلا اتركوا، نحن ما بدنا نعمل أزمة بالبلد، نحن أنا ضد ما أقول إنه ما في بديل بسوريا، البديل هو كل واحد منكم يكون أن يكون بديلا، بس الناس بدها تعرفه، بدها تعرف من هو، في تخوف إنه إذا زلزلت الأمور تيجي القوى الظلامية تيجي وتعمل يصير عندنا مشاكل بالبلد. سوريا السويدة لها خصوصيتها،
سويدي على وضع الخاص. بس هذا ما بيعني انه ما يصير عندنا مشاكل والى اخره. يعني انا ضد انه أن تزول الدولة بمؤسساتها ويصير في فراغ مثل ما صار بالدول هذه اللي هلا عم ترتكب وبتاكل أخطاء. خلينا نعمل خطوة خطوة، خلينا نعمل شوي شوي بدون دم بدون عنف، بتفاهم بتواق يعني بأمور نتفق عليها وإلى حلول وسط اللي نحن ما بنعرفها. فأنا بتقديري يعني أجلا أم أجلا على النظام أن يبدي حسن نيته، إذا مو أمام السوريين أمام الجامعة العربية أمام الرأي العام العالمي، وهذا شيء لابد منه. يعني لابد منه أخي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم أيمن أسعد اسمه أيمن فارس وعلى ومن ضمنهم أيمن فارس كل المعتقلين السياسيين. أنتوا تصوروا أنه هلأ مش خلاف شهر آب يمكن اعتقلوا 121 واحد يا جماعة، يعني ما عم يتعلم شيء النظام، ما بتعلم شيء. يعني هدول إذا طلعتهم من السجن سقطوا النظام، يعني هدول بسجون نظام موجودين، تعرفوا شو يعني. فهذا بادر تحسني. فأنا بتقديري إذا الحراك طلع أطلق سراح المعتقلين السياسيين، إلغاء الحواجز في كل سوريا، لأنه هذه الحواجز ما هي لأضمان وأمن السوريين أبدا. إذا بالسيارة في عربي جي وبيعطي مصاري لهذا الجنود بمر لاربي جي بمر، فهي بس لسلب السوريين ونهبهم، رفع الحواجز في كل أنحاء سوريا. لأنه هذه الحواجز شو بتعمل أيضا غير المشاكل الاقتصادية الموجودة بسوريا؟ شو بتعمل؟ فلاح جاي معه 10 سحارات بندورة، على كل سحارة اليوم بياخد الصبح بياخد هيك والمساء بياخد هيك، بترتفع الأسعار، نهب الشعب يعني بشكل أو بآخر. هلأ ما صار عندنا زيادة الرواتب والأجور، أنا ما بعرف هيك عم بقترح بعيد، أنا ماني قاعد بسوريا، أنا عم بقترح عم بتفلسف يعني مو هيك، اعذروني عم بحكي حكي بهيك، إنه مثلا هي المصائر ما تعطيها للسوريين غير فعال يعني، بس إنه رفعوها 200,000 ليرة يا أخي. في شيء بالعالم الاقتصادي بيسموه السلة الغذائية، السلة الغذائية هذه ماشي اختراع من عندي ولا من اخترع أمريكا، لا يمكن الاستفاد من السلات اللي بيعملوها الدول الأخرى بالعالم. كيف بيحسبوا السلة الغذائية؟ يعني شو بيأكل المواطن باليوم؟ بده بيض بده بطاطا بده مدري شو وبصل وبندورة وإلى آخره، بيحسبوها قديش. طيب بيقولوا هذه السلة بتكلف هيك، وبيقولوا قديش المواطن السوري لازم يكون عنده مصاري. إذن رفع هذه الجسم ورفع أيضا للمتقاعدين، لأن هدول الناس بدهم يعيشوا كمان، يعني أن نضمن زيادة تلقائية للأسعار للأجور تلقائية يعني أوتوماتيك حسب قيمة الليرة، مو هيك؟ قيمة الليرة عم تنهار، فإذا لازم أن بشكل تلقائي هذه الأجور تزداد حسب القيمة للعملة السورية. إقامة حكومة متخصصة، وين عم بيخوف النظام من هذا الموضوع؟ تركولي هلا قوانين 2054، لانه بالفعل اذا واحد بيقراها وانا قريتها فيها يعني فقره واحدة اقامه حكومه مؤقته وقف الحرب، هذه ما عاد صالحه اصلا، ما عاد صالحه. طلعوا انتم منكم هذه الشروط، انتم اعملوا شروطكم، اعملوها من الداخل. 2054 ما بيعمل حل واحد بس، بيعمل حكومه مؤقته بسوريا فقط لا غير. ليش النظام خايف؟ انا محل النظام بقول لهم تعالوا المعارضة الداخل، أنا ما عم بحكي من برا، تعالوا لهون عملوا اقترحوا مين يكون المعارضين، يقترحوا مين هي الحراك، يقترح مين من السويدة ومن الشام ومن درعا ومن لاذقية ومن حما، كل هدول يقترحوا يعملوا حكومة مؤقتة، تعين الدولة يا أخي حكومة مؤقتة كاملة الصلاحيات، يكون إلى صلاحياتها. ولو بتجي مين بده يجي هلا؟ لا يستطيع حل الوضع الاقتصادي بسوريا، لا يمكن. وان صار في بعض البلدان عطوا للمعارضه الحكم، بعدين اجت المعارضه ما قدرت تصلح بالوضع الاقتصادي، بعدين رجعوا هدول القديمين لانه ما في امكانيه تعمل شيء.
يمكن أن يعني يصير في هدوء شوي، يصير تترتب الأمور أكثر. أما أنه حل اقتصادي لا يمكن، في الاقتصاد له بتعرفه علم وله قواعده وله أموره، أنا ماني متخصص بهذا الموضوع. فإذن إقامة حكومة مؤقتة، حق التظاهر والأضراب هذا حق مشروع للناس، والوقفات اللي يعني المعارض انه نحن واقفين عم نعارض قرار حكومي ولا قرار الى اخره، انه وقفات احتجاجية، فلازم نحن تكون حق التظاهر مسموح. مو بس حق التظاهر انه ما يصير عليه ضرب، على الدولة ان تحمي هذ المتظاهرين. انتوا بتشوفوا بالدول المحترمة بس تطلع مظاهرة ناس بتكون الشرطة حاميتها، مو عم تضرب فيهم مو هيك، ما عم تضرب فيهم. الغاء كل مظاهر القمع والاعتقال التعسفي، الاعتقال بشكل عام ممنوع نتيجة نشاط سياسي او اراء سياسية او اراء ضد الدولة. أنا عم بحكي عن هذه الشروط مسجلة عندي هون. عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم وإلى جامعاتهم، في طلاب ما خلصوا جامعة، نحن بدنا نوسع دائرة الدعم لنا لحراكنا بأكبر شيء ممكن، بدنا نربطها بالطلاب بالشباب بالفلاحين بالمتقاعدين ولك حتى بجنود بالجنود. يجب نحن أن نعرف كيف نخاطب، كيف نخاطب الجنود والجيش، ما نعتبرهم أعدائنا هدول، يجب تحييدهم. المخابرات فيها ضابط، هدول الضباط القادين، أما هذا المجند اللي بنشتغل بالمخابرات بيقولوا روح اتقل فلان، هذا من نشن عليه حرب، هذا من نعمل نحيدهم هدول، نحيد هدول، تحييد هدول الناس. فأنا عم بقول توسيع الدعم قد ما ممكن يدعمونا، نوسع دائرة الدعم لهذا الحراك تبعنا، مو هيك؟ ونطمن الناس، تطمينات الناس. طلاب هدول اللي في طلاب مثلا ما خلصوا حرب وراحوا وطلعوا اجوا الى اخره، ففي طلاب بالسنة الثالثة الرابعة اسا في عندهم كم مادي انه ما قدروا يكملوا دراستهم، فيجب ان تقام دورات اضافية لاتمام دراستهم وجامعاتهم والتخرج. الغاء كل اشكال الرقابة على الفكر والطباعة والصحف والثقافة والأدب وكل هذه الأمور والفن، وعدم يعني شو بدي لكم مراقبة التواصل الاجتماعي، شو هذا عم بيحكي وشو هذا عم بيحكي، وبنعمل فرع بيختص بقضية انه وين احنا مين شو عم بيحكي ومين عم بيحكي وإلى آخره. وضع الإجراءات المناسبة للإخراج البلاد من وضع الحالي، شايفين شلون؟ هيك لازم نعمل. يعني الإصلاح إذا بده يجي من فوق يجب أن يأتي من الداخل. نؤسس هيئات، مؤسسات، لجان بكل لجان نسائية، لجان طلابية، لجان شبابية، تعمل على كيف نخرج من هذه الأزمة. الإصلاح من جوا، أما بس نعمل حكومي وما يصير في شيء من تحت، ما بصير شيء أبدا، ما بصير شيء. وأنا عندي شغلة، يعني أنا قصدي بهالحكي يعني مشاركة كل القوى الاجتماعية بسوريا، كل القوى الاجتماعية. شوفوا إذا ما بندعي للتصالح الاجتماعي ما ممكن نبني دولة، يعني ما يمكن أن نبني دولة. قضية التصالح، نحن قتلناكم وقتلتمونا، ذبحناكم وذبحتمونا، هجرناكم وهجرتمونا، بدنا ننهي من هذا الموضوع. في عنا حلين، أو نتصالح أو بدنا نأخذ الثأر، وأخذ الثأر برجعنا للقبلية والطائفية والعصبية وهالكل هالقضايا. أخذ الثأر لا يبني دولة، بدنا نتصالح، وفي أمم كثير تصالحت. يعني نحن مو أول دولة في العالم،
اللي بصير فيها هذا المآسي. مين بتكون أمريكا؟ من حرب بين الشمال والجنوب استغرقت كذا سنة، مو هيك؟ شوفوا أمريكان وين صاروا. مين بتكون؟ كوريا الجنوبية. اليابان هن طلعت من الحرب بعد قنبلة نووية أو قنبلتين، هيروشيما وناكازاكي، مو هيك؟ وفي دول أخرى بالحديث يعني التصالح، يجب أن نعمل هيئات تصالحية، اجتمعوا الناس، مو ذا الطبيعة يعني قانونية والله بدي حطك بالسجن ولا لا، إنه لأنه نحن إذا من كل واحد بده نفتح باب هالأمور هذه ما منتهي خلاص راحت الأمور ما منتهي. يجب أن نتصالح بين بعضنا، يجب أن نتصالح، بدون هذا المفهوم ما ممكن يصير شيء، ما ممكن نتقدم خطوة إلى الأمام. والتصالح مو هيك، بظرفنا هذا أخذ الثأر ما بيبني شيء، ما بيعمل شيء. وهذا الطلب اللي أنا عم بقول، أنا يعني ما عم بحكي عن يعني بشكل عام، أنا عم بحكي هلأ بالمرحلة هذه، ليقف الحراك بسوريا، ليقف الحراك، عملوا هالقضايا هذه، أو أنتوا بادروا أيضا شيء يعني ضمن هذه الأمور، حطوا شروطكم يا أخي، هذه شروطي أنا كبوها، هذه شروطي. وبعدين أنه عندما نمكن المعارضة والأصوات المعارضة من الوصول إلى وسائل إعلامها السورية اللي ما لها معنى يعني، بس أنه أيضا خطوة ذو معاني يعني، لأنه هلأ الناس عم تسمع عن وسائل التواصل الاجتماعي وعم تعرف شو هون عم بصير وهون عم بصير وشو عم بصير. فأنا بتقديري يجب وضع لائحة على ضوء، يمكن نقول أنه هذه اللجنة الإضرابية بالسويدة مثلا قررت، أما أنه نقول والله هيك، أنا هذا تقديري. هلأ بدي أقول واحد أنت مطبل ومزمر، أنا ماني مزمر ولا مطبل، بس كل واحد بيقدر يحكي على ما كيف ما بده. أنا أريد أن أخرج من هذا الأزمي بشكل، هذا الحراك أو هذه الانتفاضة اللي صارت بسوريا تعطينا أثرا جميلا للسوريين. بس هلأ طلع قرار مرسوم شو بيسموه هذه المحاكم الميدانية العسكرية، هذا شيء جميل، هذا شيء جيد، ما بصير نقول والله هذا ما له معنى، لا، يجب أن ندعم هذه الشروط، هذه القضايا الجيدة، هذا سيء الصيت، هذا راح فيه آلاف من الضحايا السوريين حكموا بالإعدام، فلازم نأكد أنه هذا عمل جيد. عملهم شو يا شباب؟ شوي إسلام، شو؟ أطلق سراح المعتقلين السياسيين، بيكون شغلة رائعة، بيكون في انفتاح، بيكون في شيء انفراج. أما نقول والله، ومع أن البديل، أنا ضد أنه ما في بديل مثل ما قلت لكم، بس أنه ما عنا مين نقول والله بدنا نشيل فلان ونحط هذا فلان العلنتان، مو هيك؟ ما عنا هيك ناس، ما موجودين. فإذا خطوة خطوة شوي شوي نحطي هذول، اعملوا أنتوا أموركم، اعملوا أنتوا ضبطوا أموركم، مو هيك؟ اعملوا قائمة بالهذي، شو بدكم؟ قائمة تكون يعني ممكن الحل، لأنه السياسي هي فن الممكن مثل ما بيقولوا، الشيء الممكن هلأ نعمله، مو هيك؟ والشيء والسياسي بوجهة نظري هي القضايا العملية اللي تخدم البلد، مو أنا بدي أجيب شغلات ما موجودة من مدري منين. أنا اسمي عماد إبراهيم، وهذا أول يوم خروج إلي على اليوتيوب، وتحياتي لكم، إلى لقاءات أخرى أكيد، تحياتي.